بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على أولى خطوات التصحيح الإلكتروني، وهي تنزيل تطبيق سطح المكتب والخطوط الخاصة به وتصميم الورقة ورقة إجابة الطالب من المواصفات المحددة. فتعالوا نشوف مع بعض. على موقع جامعة دمياط وبقول له أنظمة إلكترونية، وبختار نظام التصحيح الإلكتروني عشان أبدأ أدخل لمنظومة التصحيح الإلكتروني. أقول له نظام التصحيح الإلكتروني، اكتب الاكونت بتاعي واكتب كلمة المرور واقول له تسجيل دخول. اول ما اقول له تسجيل دخول هيبدأ عندي مجموعة من القوائم اللي بيها ببدأ اعرف ايه هي خطوات عمل ورقة اجابة الطالب. طب اول قبل ما نبدأ ان انا اصمم ورقة اجابة الطالب، انا هبدأ انزل تطبيق سطح المكتب، واقول له تطبيق سطح المكتب هنا تطبيق، او افتح القائمة بتاعت الاسم واقول تطبيق سطح المكتب، هيتعمل داونلود للبرنامج بتاعي، بينزل كملف مضغوط. بفتح الملف المضغوط وبعمل له فك على سطح المكتب، فباخده من الداونلود واقول له اعمل فك. اول ما اقول له اعمل فك لسطح المكتب، البرنامج او اسمه ابلكيشن اي بي بي اب، اقول له وريني وريني البرنامج. هقول له شو ان فولدر، شو ان فولدر اهو عشان ينزل لي اشوف البرنامج موجود فين. اقول له فك الضغط اهو، واقول له هنا فك اكستراكت اهو، كليك يمين واكستراكت او اكستراكت فايلز، هينزل لي مجلد. المجلد ده بيقول لي احطه فين، هقول له انزله في مكانه او اي مكان انت تختاره، هينزل لي مجلد اسمه اب، افتحه تمام. الاقي فيه مجموعه ابلكيشنز. اول حاجه واول حاجه مهمه اسمها ريكويرمنت. الريكويرمنت اللي هي عباره عن مجموعه الخطوط المطلوبه عشان اعمل الورقه بتاعت اجابه الطالب، ان في خطوط معينه وباركودز معينه لازم تظهر. فاول حاجه بحدد مجموعه، افتح المجلد اللي اسمه ريكويرمنت بعد على الملف اللي انا فكيت ضغطه، او المجلد اللي انا فكيت ضغطه، واضغط على الخطوط واقول له كليك يمين انستول. دي معناه ايه؟ ان انا بعمل تنزيل لمجموعة الخطوط الفونتس المطلوبة عشان اصمم ورقة اجابة الطالب. انا كده هينزل الخطوط بتاعتي، وبالتالي لما اجي اعمل الورقة هيظهر فيها كل الخطوط بالشكل المطلوب تمام. هتلاحظوا ان عملية التصحيح بتاعتي هتتم على شقين، الشق الاول على صفحة الويب الاكونت اللي احنا فتحناه، والشق الثاني على اللاب بتاعك او الديسك توب بتاعك عن طريق المجلد اللي احنا نزلناه اللي هو الموجود فيه كل الخطوط وكل الشورت كاتس. فعندي ايقونة اسمها اكزام كوريكت، اكزام كوريكشن، الايقونة ديت اللي ظاهرة قدامك دي هعملها، اقول له اعمل لي لها شورت كات على سطح المكتب، فبقول له سند تو، واقول له للديسكتوب از شورت كات، لان الايقونه دي مهمه جدا في المراحل المختلفه. هنا عندي مرحله هي طباعه الاختبار، مرحله اللي هي المسح الضوئي للاختبار، مرحله اللي هي استخراج الاجابات وتصدير الاجابات. دي اربع مراحل بتتم على الجهاز بتاعك او الجهاز اللي بيتم عليه عمليه التصحيح، فبالتالي لازم الايقونه دي تبقى نازله عندي على الديسكتوب، فلازم اقول له هنا سند تو وديسكتوب از شورت كات، هيبعت لي الايقونه كاختصار او كشورت كات على الديسك توب. ولما ابدا اصمم الامتحان بتاعي على الويب، ابدا في المراحل الاربعه اللي هي طباعه الامتحان، المسح الضوئي، استخراج الاجابات وتصدير الاجابات. تعالوا مع بعض نعرف اول مرحله اللي هي مرحله تصميم ورقه اجابه الطالب. نبدأ مع بعض الخطوة الأولى وهي تصميم ورقة إجابة الطالب. بقول له هنا التصحيح الإلكتروني وأقول له الاختبارات، هيظهر لي مجموعة من القوائم، هختار منها أختار منها اسم المادة اللي أنا عايزة أعمل لها امتحان أو تصميم ورقة امتحانية أو تصميم ورقة إجابة الطالب. فأقول له فأقول بختار بختار الفرقة وبختار المواد، وبقول له بحث، هيجيب لي كل المواد المتاحة، اختار أي مادة من المواد وأعمل لها وأبدأ أعمل لها امتحان. طيب طبعا لو المادة دي كان لها امتحانات سابقة هتظهر لي كل مجموعة الامتحانات اللي كانت قبل كده، طبعا لو ملوش ولا امتحان هتلاقي الخانة دي فاضية، دي معناه ان الامتحان ده كان معمول له اختبار سابقة الكتروني، امتحان تصحيح الكتروني. أبدأ أقول له إضافة اختبار،
هيقول لي مجموعة من الايه الاختيارات او مجموعة من الحاجات اللي انا عايزة اكملها، او له نوع الاختبار هيقول لي اعمال سنة ولا عملي ولا شفوي ولا تحريري، هقول له مثلا تحريري. طبعا ده على حسب اللائحة بتاعت الايه لائحة القسم ولائحة التخصص، فمفروض ان كل مادة بيبقى لها شفوي وعملي او تحريري على حسب مواصفات اللائحة، وانت بتختار نوع الاختبار. بقول له الفصل الدراسي، طبعا دور اول ولا دور تاني، هيقول لي اللغه، بتختار اللغه بتاعتك عربي ولا انجليزي، هيقول لي العام الاكاديمي، طبعا احنا بيبقى واقف على اخر عام اكاديمي احنا شغالين عليه، عنوان الاختبار بتدي له اي اسم، وده عباره عن اسم بيظهر في اعلى الورقه بتاعت اجابه الطالب. هقول له مثلا اختبار فصلي مثلا، طبعا ممكن اكتب عربي انجليزي، انا عايزه اختبار فصلي لمادة البرمجة. أي اسم أنت عايزه عبارة عن اسم بيظهر للامتحان في أعلى الورقة بتاعة إجابة الطالب. عدد النماذج اللي عايز تحددها طبعا أقل حاجة واحد، فبقول له 2 أو 3 أو 4، فبقول له مثلا 2. تاريخ الاختبار بتحدد إيه تاريخ الامتحان، وأنا أحدد مثلا أي تاريخ. وبعدين أقول له هنا طبعا الدرجة، هنا الدرجة دي بتبقى محددة أصلا، يعني هي جاية من الإيه من اللائحة. طبعا في اختيار هنا مهم جدا اسمه له درجة إضافية ولا لا، دي بحتاجها ساعات لما يكون ان الجزء الامتحان متقسم لجزئين، جزء هيبقى فيه البابل شيت او جزء فيه الورقة اللي انا بصممها ديت، وجزء تاني بره. يعني ساعات في بعض الاحيان في ناس بتحتاج كراسة مثلا لو في جزء حل ولا حاجة، فبقول له مثلا الامتحان ده مثلا عليه مثلا 60 درجة، وفي 40 درجة مثلا هيبقوا هما درجة ايه اضافيه. بدرجه اضافيه دي معناه ان فيه هيتم ادخال جزء من الدرجات من بره، فبدخله وهو بيضيفه على درجه الايه درجه البابل ايه البابل شيت. في الحاله ديت انا هنا باخد جزء من الدرجه الفاينل اللي هي الدرجه النهائيه اللي جايه من اللائحه، باخد جزء اصحى بيه الورقه ورقه اجابه الطالب اللي هي البابل شيت، وفي جزء تاني انا هجيبه من بره، مثلا في عندي لوحه، في عندي كراسه، باخد الدرجه اللي عليها واضيفها على الدرجه بتاعت الايه البابل شيت. انا كده حطيت المواصفات الرئيسيه، يبقى نوع الاختبار، الفصل الدراسي، عنوان الاختبار، الدرجه بتاعتي، واللغه، العام الاكاديمي، عدد النماذج، وتاريخ الايه الاختبار. تاني خطوه ببدا بقى اقول الامتحان ده او الاختبار ده او البابل شيت بتاعتي عباره عن ايه. طبعا هنا في حاجه اسمها الكويتشنز، اسئله موجوده عندي، فبقول له هنا ادوس على علامه الزائد واحدد الايه الاسئله، يقول لي نوع السؤال. طبعا انت بتحدد في ترتيب الاسئله اللي تحطها، هو ده الترتيب اللي يظهر في ورقه اجابه الطالب. طبعا في عندي انواع كتير، اشهرهم اللي هو عباره عن الصح وغلط والايه اختار من متعدد، دول اشهر نوعين من الاسئله اللي ممكن احطهم. في عندي مقالي، المقالي اللي انا ممكن اكتب مجموعه من او الاجابه بتاعتي عباره عن مجموعه من نص طول، فلو قلت له سؤال يختار من متعدد هيقول لي حدد نوع الايه او عدد الايه الاسئله، اقول له مثلا 30 سؤال، واقول له الاجابات طبعا هنا عدد الاجابات، يعني كل سؤال ليه طبعا كلهم بيبقوا زي بعض، 5 اجابات 4 اجابات، وانا بختار من 4 او من 5، وليكن مثلا اقول له 5 اجابات. تمام. طيب اقول له اضافه، هيقوم ضايف لي هنا سؤال تحت اهوت، يقول لي في سؤال هتحطه اختيار متعدد، ده اول سؤال هيظهر في الورقه بتاعت اجابه الطالب، 30 سؤال 5 اجابات. طبعا لو مش عاجبني اقول له مسح. طب لو عايزه كمان سؤال هقول له ايه، دوس على علامه الزائد اقول له ضيف سؤال كمان، هقول له مثلا اعمل لي سؤال صح وغلط برده 30 سؤال، هقول له 30 سؤال، او يقول لي عدد الاسئله اقول له 30 سؤال واضافه، لاقي كمان ضاف لي سؤال كمان صح وغلط. طبعا انت اللي بتتحكم في الترتيب، وده ترتيب ظهورهم، يعني اول حاجه السؤال اللي اختار متعدد، السؤال الثاني اللي هو صح وايه غلط. لو انا مثلا عايزه اسال اضيف سؤال مقالي، وليكن مثلا عايزه اقول له انا عايزه سؤال مقالي، قول لي انت عايز السؤال ده كام سطر، اقول له 5 سطور، اقول له عايزه السطور ايه ظاهره اللي هي رسم السطور الايه الاجابه، اقول له اضافه. بعد ما خلصت يبقى كده الامتحان بتاعي عبارة عن 3 أسئلة، ويظهر بالترتيب الواضح، واحد اختيار متعدد والتاني صح وغلط والتالت ايه مقال. يبقى ده أول خطوة، أنا صممت الورقة بتاعت إجابة الطالب هيبقى كام سؤال، وحطيت المواصفات الاختبار من حيث عدد النماذج، من حيث التاريخ، من حيث ايه الدرجة، وأقول له حفظ. أنا كده حطيت المواصفات الايه الرئيسية. تمام. بعد كده هقول له هنا بيانات الايه الطلاب. بيانات الطلاب معناها ان انا عايز اقول الامتحان ده هيتطبق على، عشان هيطلع ورقه الاجابه باسماء الطلاب، فلازم اقول له بيانات الطلاب. فطبعا هقول له هنا سحب من شؤون ايه، سحب من شؤون طلاب، بقول له سحب.
لما بقول له سحب من شؤون طلاب ويقول لي هنا ظهر ايه، تم اضافه 154 طالب بنجاح. طبعا بيعمل استدعاء لاسماء الطلاب من الايه من شؤون الطلاب، وبيحط ايه اسمائهم وارقام ايه جلوسهم، تمام كده. وهنا انا عملت سحب الايه اسماء الطلاب اهوت، تمام، وجاب لي كل الايه الطلاب المسجلين في الماده دي، تمام. في اختيارين هنا اللي هو نماذج الاجابه. لو انا مثلا عندي نماذج الاجابه بتاعت طبعا انا قلت الامتحان ده ليه نموذجين A وB، طبعا هيظهر لي واحد وA واتنين، او نموذج واحد ونموذج اتنين. طبعا المفروض ان الامتحان ده 30 سؤال اختياري و30 سؤال صح وغلط وسؤال ايه مقالي. المفروض ايه ادخل درجات كل ايه سؤال وادخل الايه الاجابات. وطبعا المرحله دي ما بنعملهاش الا بعد انتهاء الامتحان او بتكملة التصحيح، ببدأ ايه ابدأ ادخل الايه نموذج الاجابة الاختيارات واجابات الصح والغلط ودرجة السؤال الايه المقال. فاحنا مش هنتطرق للجزئيتين دول الا بعد انتهاء الايه امتحان. طيب انا بعد ما خلصت وقلت له حفظ، طبعا هيقول لي انت متأكد؟ اقول له نعم، تمام. طبعا ما حصلش حفظ، ان اصلا انا ما عملتش حاجه او ما عدلتش حاجه. اقول له هنا بعد ما خلصت هقول له اجي على اختيار بيانات الامتحان واقول له غلط. نخلي بالنا ان انا ما اقدرش انتقل لاي مرحله من المراحل الا بعد ما اقفل المرحله اللي ايه اللي قبلها. فانا هنا مرحله التصميم بتاع نموذج اجابه الطالب اقول له غلط عشان ابدا ادخل في المرحله اللي ايه اللي بعدها، اللي هي مرحله الايه طباعه ايه الاختبار. فالوقتي انا خلصت على اول جزئيه بتاعت تصميم الورقه بتاعت اجابه الطالب على الويب. ابدا اعمل ايه؟ اروح على بقى تطبيق سطح المكتب، افتحه وابدا ادخل وابدا اطبع الامتحان اللي انا صممته، تمام. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي الخطوات لطباعه الاختبار. اول حاجه بدخل على تطبيق سطح المكتب هو اكزام كوريكشن، وادخل الاكونت بتاعي عشان ابدا المراحل الاربعه على عمليه التصحيح الالكتروني، لان هنبداها بعمليه طباعه الايه الاختبار. هيفتح هو الشاشه اللي قدامنا ديت، هبدا اكتب الاكونت بتاعي، اسم المستخدم، كلمه المرور، عشان ابدا ادخل على المراحل الاربعه لعمليه ايه التصحيح الالكتروني. اقول له تسجيل ايه دخول. اول ما ادخل هيبدا يقول لي عندي اربع مراحل: طباعه ومسح ضوئي واستخراج اجابات وتصدير اجابات. احنا هنعمل طباعه اختبار. احدد الاختبار بتاعي اللي انا عايزه اعمل له ايه، اعمل له طباعه، وليكن مثلا اقول له الماده دي اللي قلنا اختبار فصلي. هيظهر هنا شكل الايه ورقه اجابه الايه الطالب. المفروض هو بيحمل هنا ايه شكل الايه الورقه اهو. احنا قلنا الورقه بتاعتي عباره عن ايه، عباره عن 30 سؤال اختياري و30 سؤال صح وغلط وجزء للسؤال المقالي. ده شكل الايه الورقه بتاعت اجابه الطالب. هتلاحظوا ان هنا عندي لو عايز اعمل طباعه في ايقونه اسمها طباعه ايه طباعه الاختبار او انهاء طباعه او طباعه الكل او نموذج ايه اجابه. وطبعا هنا 154 ايه طالب، فاقول له طباعه الايه الكل. يظهر لي شاشة الطباعة، فبختار الطبعة اللي أنا عايزة أطبع عليها الامتحان وأطبعها. في بعض الأحيان بيكون مش عندي طبعة، فبضطر أخزنه في ملف PDF وأروح أطبعه في مكان تاني، فممكن أقول له هنا إيه برنت تو PDF. وفي الحالة دي بخزن نسخة من بس طبعا ده لا يفضل، إن أنا بخزن نسخة من الاختبار بتاعي على كملف PDF وبقول له سيف، وفي الحالة دي باخده على فلاشة وأضعه في أي مكان. يبقى أنا دلوقتي لو أنا عندي الجهاز بتاعي موصل بطبعة وأختار الطبعة بتاعتي وأطبع إيه ورقة إجابة الإيه الطالب. لو ما عنديش طبعة متوصلة على اللاب أو على الجهاز بقول له هنا برنت تو PDF وبختار إيه ان انا بخزنه في مكان، بقول له سيف واخزنه في مكان وادي له اسم، وفي الحاله ديت باخده على فلاشه واطبعه، تمام كده. طيب لو ده الكلام ده لو انا عايز اطبع الورقه بتاعت اجابه الطالب لكل الايه الطلاب. وطبعا بطبع اللي هو ايه نموذج الاجابه، فانا عندي اوبشن هنا اسمه نموذج ايه اجابه، بحيث ان هو بيطلع لي نموذج الاجابه اللي هو نموذج اجابه للنموذج الاول والنموذج الثاني، وبقول له برضه اطبعه عشان اديهم للدكتور الماده عشان يديني المودل انسر بتاع الاختبار. يبقى انا دلوقتي طبعت الورق بتاع اجابه الطالب وطبعت نموذج الايه اجابه.
بعد ما اخلص هقول له انهاء ايه؟ انهاء طباعه، عشان كده عملت ما اقدرش اتنقل للمرحله اللي بعدها اللي هي مرحله المسح الضوئي للورق بتاعي الا بعد عملية انهاء عمليه الايه؟ الطباعه. فبقول له انهاء طباعه، في الحاله ديت انا كده انهيت طباعه الاختبار. وخلي بالنا ان الورقه اللي قدامك دي ظاهر فيها كل حاجه، الباركود واسم الطالب ورقم الجلوس ورقم النموذج والبيانات والتعليمات الايه؟ المهمه بالنسبه لي. تمام؟ بكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اللي فيه تعرفنا على ازاي بنزل تطبيق سطح المكتب، وازاي بعمل مواصفات ورقة إجابة الطالب وطباعة الاختبار. وألقاكم في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.